وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم. رحب الله بكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم امين امين ومتعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. امين يا رب العالمين. اللهم امين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيل الشيخ سامي السرساوي من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. وكما تعودنا مع فضيلتكم شيخ الحبيب ان نبدا بمقوله من اقوال السلف الصالح من الصحابه او من اقوال التابعين والسلف الصالح عموما. مقولة اليوم بإذن الله تعالى لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث يقول ثمرة القناعة الراحة ثمرة القناعة القناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة. القناعة والمحبة صفتان يعني من صفات المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة والرضا بقضاء الله وقدره وأن يرزقنا المحبة. أمين يا رب. كلا الصفتين شيخ كريم يتصل بعضهما بالآخر. فالإنسان الذي عنده قناعة الناس يعني بالتالي هو محبوب بين الناس، وكذلك الإنسان المتواضع عنده قناعة والعكس. فكيف نحصل هاتين الصفتين شيخ كريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وقبل أن نتعرض لهذا الكلام الراقي الرائع لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، أستأذنك في دقيقة وأقل. نعم. إحدى الأخوات الفضليات بارك الله فيها أرسلت إلينا رسالة على الواتس تطلب منا الدعاء لها ولبناتها، فنقول يا أم منا بوركتي وبارك الله فيك وبارك الله لك في منا وسارة وسندس. أسأل الله آمين يا رب أن يقر عينك بهن وأن ينفعك بهن وأن يوسع عليك وعلى سائر المسلمين وأن يبارك في سائر أبناء الإسلام والمسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. رزقنا الله والجميع الهداية إنه على ذلك قدير يا رب. أما فيما يتعلق بقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، كلام لو أردنا أن نفصل معه ونؤصل يحتاج إلى عشرات اللقاءات، ولكن كما تعودنا في بداية كل لقاء في أهل الذكر أننا نزين مجلسنا بأقوال هؤلاء الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الإمام علي ثمرة القناعة الراحة، يا لها من عبارة راقية.
وثمرة التواضع المحبة. العبد القنوع تجده دائما في راحة نفسية وقلبية. نعم صحيح. فتجده في الدنيا لا تجده مهموما ولا مكتئبا ولا حزينا، لأنه على يقين أن ما أتاه إنما هو بقدر الله جل وعلا. يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا ما سنفصله بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أخي محمد، تفضل. الله يرضيك. أبو عائشة من المنيا معاك. أبو عائشة أهلا مرحبا يا أبو عائشة. إن شاء الله نحبكم في الله والشيخ مادة السرتاو وكل مشايخ المسلمين والشيخ سامي إن شاء الله. الله يرضى عنك بالصحة والعافية يا رب. لو سمحت يا شيخنا، ما سمعت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. الحديث مرة أخرى أخي الحبيب، هات الحديث تاني. من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من إيه؟ سامع كويس يا أستاذ أيمن؟ من أذن، نعم. في سؤال تاني يا أخي الحبيب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ عن حاجة. لو أنا مثلا عارفة أن حد أخلاقه مش كويسة وأنا بعدت عنه كده، وهو من الأرحام بتاعتي وكده، ده حرام ولا حلال؟ ولو هو لو انا مش ربنا يحاسبه كده، بس انا خايفه مش قادره اتعامل معاهم، ولو كلمتهم بحس ان انا بكلمهم بلساني بس مش بقى قلبي مش مستفيلهم، وهل هو ده نفاق ولا ايه؟ حاضر. ويعني ده غلط ولا وهل هو فعلا اللي يعيب على حد بحاجه وربنا يبتليه بنفس الحاجه دي حتى لو كانت وحشه؟ بس انا يعني بستنكر فعلهم. يعني في مجالس كده بتقولي فلانه دي كذا وفلان ده كذا وكده؟ لا مش بقى في المجالس، لا يعني انا عارفه ان حد من اصلهم علاقات مش كويسه، فانا بحاول ببعد عنه. لو كان من صله ارحامي بستنكر فعله، ولو كلمته بكلمه كده بلسانه بس قلبي مستطيله كده. فانا مش مستحانه، هل هذا نفاق؟ ده اول سؤال. وتاني سؤال، لو انا قعدت على حد لو استنكرت فعلهم هل انا ممكن يحصل لي حاجه وحشه زيهم؟ وهل هذا تقطيع الارحام؟ يعني عايز اعرف الموضوع ده. شيخنا يجيبك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا، تفضلي. تفضلي هات السؤال الله يرضى عنك. لو سمحت، انا دلوقتي سني 63 سنه ما شاء الله، وبعدين بحب اروح الجامعه وجوزي موافق بكده. فالمهم ان انا بحب ان انا اسجد. الرحمن الرحيم. فانا لو طولت في السجود شويه بحس ان انا برضه بلحق الامام قبل ما يركع. لو كان واقف يعني او قبل الصلاة ما يسلم في التشهد تتاخرين بعد الامام وتظلين ساجدة وهو يكون انتقل من ركن إلى ركن، بس تدركين؟ لا ما بيكونش يعني، لا بيكون طلع فوق بس يعني ما بيكونش قصدي يعني هو لما بيقول الله أكبر بس ما بيكونش لسه راكعة. لما بيقول الله أكبر حضرتك بتقعدي شوية ساجدة وبعدين تدركيه في الحركة الأخرى. طيب شيخنا أيوه كلها. يعني بلحقه قبل ما يقول الحركة الثانية. طيب وبعدين لما وانا بصبح ساعات بنسى ان انا صبحت قد ايه فبزود في التسبيح. هل دي غلط؟ وجزاك الله كل خير ودعواتكم ان شاء الله ليا ولعيالي. ربنا يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا استاذ احمد. ربنا يكرمك ويكرمك يا رب. اتفضل. لو سمحت، مدى صحه معرفش هو حديث ولا مقوله اللي هو نسائنا قصات عقل ودين؟ نعم. ده اول سؤال. اتفضل. تمام. السؤال الثاني، انا كنت مقدم في ارض، تمام، والفلوس دي كانت في بنك الاسكان، تمام، فانا استرديت الفلوس.
في فوايد، فوايد تقريبا 1700. كان في كراسة شروط انا مشتريها ب 1500، ينفع اخد ال 1500 وال 1700 وال 200 ده اصلحها ولا ايه؟ كان في حاجات انت اشتريتها ب 1500 اللي هي كراسة شروط يا فندم. انا ما استفدتش كراسة الشروط. كراسة الشروط حاجه اه تمام، وفي فوائد بال 1500 يبقى دي زي كده مقصه يعني دي قدام دي. اه يا فندم اه ده طيب. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر جزاك الله خيرا واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن القناعه شيخ. نعم. الكريم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليه الصلاه والسلام ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. العبد القنوع رجل او امراه شاب او فتاه اذا رضي بقسم الله عز وجل ستجده اسعد الناس في الدنيا. فالانسان القنوع دائما تجده لا يحزن على ما سلب منه ولا يفرح طويلا بما اعطاه الله، لانه يعلم ان العطاء والمنع او السلب بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك تجده دائما في قمه الراحه. وهذا ما عبر عنه الامام علي، راحه قلبيه ما بعدها راحه، ثمره رائعه الراحه. هذه يفقدها الكثير من الناس. نعم، راحة البال. نعم، والقلب والفؤاد. نعم، فوق ما تتخيل. طب نعم. شيخي الكريم بارك الله فيكم، عشان بعض الناس ما عندوش همة، ما عندوش طلب علو لأعلى، فعنده خنوع وقنوع، فيعني زي كده اللي ما بيشتغلش، أو هل هذا هو الرضا؟ هل هذه القناعة؟ أو حد مش بيفكر في الدنيا خالص، لكن ما بيروحش الشغل، متواكل متكاسل، هل هذه تدخل في حدود القناعة؟ هذه ليست قناعة، هذا تواكل وتكاسل يقع فيه كثير من الناس، لا يأخذ بالأسباب ولا يطرق الأبواب، وإذا ما عوتب كما تفضلتم يقول أنا رجل قنوع. لا، هذا رجل متواكل وهذا رجل متكاسل، هذا ينبغي أن ننتبه. أما القنوع الذي طرق الأبواب وأخذ بكافة الأسباب فما آتاه الله به الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما زواه الله عنه قدر الله ما شاء فعل، أردت أمرا وأراد الله خيرا لي منه، هذا هو القنوع. تجده دائما إذا لم يحدث معه شيء لا يحزن. كثير من الناس إذا لم يتم مثلا ترقيته تجده مهموم ومكتئب، سكر يترفع، ضغط يترفع، مشاكل صحية، على ماذا؟ هل أنه يشعر بالغبن والظلم وفوض أمري؟ نعم، إن ده كان عليه الدور يعني، وحد تاني عشان علاقة ما مع مدير أو مال أو رشوة أخذ حقه. أسأل نفسي وإخواني أيقع شيء في ملك الله لا يريده؟ حاشا لله. شكرا، هذا الذي يقصده الإمام علي. هناك ظلم وغبن وقع علي من هذا وذاك، فتخطاني من خلفي. المسلم دائما وأبدا لا يحب أن يكون في الصدارة. المسلم يهمه نصرة الدين به أو بغيره. أنت في الصدارة، أنا في ظهرك، وأمنحك ما عندي من خبرة، هذا هو المسلم. أراد الله أن يخفف عني أثقالا كثيرة. الإمام علي يقول القناعة الحقيقية ثمرتها هنا في القلوب. تجد الإنسان مستريح، تخطوه تلاقيه ما شاء الله يهرج ويضحك ويتعامل مع من تخطاه ويعينه بمعلوماته، ما عندوش أمراض اكتئاب إطلاقا اختناق. لكن تجد الإنسان غير القنوع كثير العرضة لأمراض الاكتئاب، الهم والغم والحزن. طب على ماذا؟ علشان كده أو لهذا أو الإجازة بلاش العامية، للنبي علمنا ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تريد الراحة الحقيقية ارضى، لا تحزن لا على ما فات، لأنه بقدر الله. الله عز وجل ربما افتداني وأولادي وأمور كثيرة بما حجبه عني، لكن الإنسان بطبعه كما ذكر الله عز وجل عجول، يريد الأمر كن فيكون. نعم، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. نعم، وثمرة التواضع المحبة. نعم، وهذا ما سنعرفه. نعم، بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي. السلام عليكم. السلام، أهلا ومرحبا، تفضلي. الله يرضى عني. رحمة الله المنية. اهلا ومرحبا باهل المنيا الطيبين، تفضلني. اهلا يا ابني، بارك لك يبارك لك. انا بشوفك بفتكر ابني على طول في محافظه اخرى. يا رب يسعدك. برضه اهلا، بس بفتكرك وبدعي لك والله. يا رب يسعدك ويسعده، ربنا يطمنك عليه يا اخي. طيب، في مشكله يا رب يا رب تدلوني على حلها يا رب. تفضل. طيب، انا ليا بنتي متزوجه في محافظه اخرى. نعم.
وطلع في دماغها تقول انا عايزه بر امي، وضغطت على جوزها ضغط شديد، زوجها يعني ضغط شديد، وعمل بعد السحر وخلته يجيب لها ناس ويعالجوها، وفي الاخر نقلت نفسها من المحافظه الاخرى للمحافظه دي، المحافظه ايه اللي احنا فيها، وقعدت هنا في المحافظه ونقلت ولادها وسبت هو وحدي. هو ما يقدرش يتنقل لان هنا الشغل هنا صعب، يعني مش صعب تجيل، لا هنا يعني هو هادي وما يعرفش يتعامل مع الناس هنا في الصعيد. حطيته قدام الامر الواقع، يعني هي عرفت تنقل نفسها ومش عارفه نفسها. طيب هو ما رضيش يتنقل، وهي عايزه يتنقل، وهي قعدت معايا هنا، لكن لا هي بتبرني ولا هي زي ما بتدعت عليه، وجايت لامي وجت تعبانه وتعبه قلبي مع اولادها ومع نفسها، وانا مش عارفه اعمل ايه، دلوني اعمل ايه. ربنا يهديها لك. حاضر، فامان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضلي. عندي سؤال ممكن اقوله لفضيله الشيخ؟ تفضلي يا فندم. الاول نفسي للشيخ يدعي لي ان يفرج عني. يا رب يفرج عنك وعنا وعن المسلمين. اهلي، انا متجوزه في الصعيد، واهلي غصب علي من 17 سنه، انه جوز غصب عني. جوزت ولحد الان ولا قادر احبه ولا قادر اعيش معاه. معي منه 3 اولاد. احس نفسي يا شيخ ان انا ما ادور على نفسي. احس ان انا مشتاقه لجوز. نعم. لانه هو ما اعطينيش حقوق الشرعيه ولا يعرف حاجه عني. ودايما سايبني ودايما مهمل في اولاده وبيته. وانا بحس ان انا مدور على نفسي. بحس دايما ان انا مشتاقه لجوز. يعني انت حضرتك سؤالك، انت عايشه معاه كده غصب، وسؤالك يعني عايزه تتطلقي ولا عايزه ايه، ولا سؤالك في ايه؟ عايزه اتطلق، بس اهلي رفضوا ان يطلقوني. قالوا البنت لما تتجوز في الصعيد ما تتطلقش. حاضر. وشفت النبي في الرؤية عليه الصلاه والسلام. النبي جاني وقال لي اصبري، وانا اتشفع لك عند ربنا يوم القيامه. عليه الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعيد أهلا ومرحبا، تفضل. أيوة. أهلا ومرحبا أخي الحبيب، الله يرضى عنك، تفضل. أهلا بيك يا فندم. تفضل. صح. والله عندي سؤال، عندي سؤال للشيخ. هات السؤال، الله يرضى عني. السؤال للشيخ، ماشي. الوقت أنا بصلي رجلي تعبانة وبصلي ورا سلكة ورا في المسجد. ربنا يعافيك، بتصلي وأنت قاعد؟ ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اشر الناس الحديث الصف الاخراني. حاضر. شيخنا يجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد. استاذ احمد اهلا ومرحبا، تفضل. اهلا ومرحبا بك، ربنا يكرمك. الله يرضى عنك، تفضل يا فندم. لو سمحت، النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلام. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي لو الواحد يعلم من نفسه إن هو أعماله مهما عمل مش هتجيب الفردوس الأعلى، والجنة درجات. فهل يعني هو بينه وبين نفسه بيقول إزاي أسأل الفردوس الأعلى وأنا عملي على قدي؟ فالسؤال هنا يعني ندعي وإن شاء الله ممكن لو العمل ما جابش درجة الفردوس الأعلى أحصل عليها. لن يدخل الجنة إيه؟ أحد بعمله. شيخنا سيجيبك إن شاء الله تعالى. حاضر. طيب ده سؤال. السؤال الثاني. اتفضل. بالنسبة لحديث سيدنا بلال إن هو كان في باع تمر، جمع التمر جنيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده. ففي ناس بتقول ما هي دي زي دي، إيه الفرق؟ فهل في حكمة من كده أو إيه السبب في التحريم المسألة دي؟ اللي هو تمر بتمر يعني؟ يعني باع تمر نوع رديء ب 2 كيلو بكيلو من الفاخر. نعم. بدل ده بده. ف ممكن الناس تقول ايه، ما هو ايه الفرق ان انا ابيع ده الاول واخد فلوس واشتري الثاني؟ فايه الحكمه او ايه السبب الفقهي في كده؟ شيخنا يجيبك ان شاء الله، في امان الله اخي الحبيب، في امان الله. جزاكم الله خير. واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وثمره التواضع المحبه. الإنسان المتواضع بلا شك الناس تحبه، والناس تبغض وتكره المتكبر، نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخي الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتواضعين. آمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، الذين وضع لهم القبول في الأرض بين عباده، إنه على ذلك قدير. نعم، الذي يتكبر على عباد الله تجده مبغوض ومكروه من الصغير قبل الكبير، لا يحبون أن يتعاملوا معه ولا حتى أن ينظروا إليه، ولا ربما يسمعون صوته أو اسمه أو سيرته. ينفر الناس منه، وربما تنفر منه الطيور في البوادي وفي كل مكان. لما؟ لأنه ترك منهج الله، لأن الكبر صفة مذمومة للعبد. أما التواضع يجعل العبد قريب دائما من عباد الله، فإذا اقترب من عباد الله أحبوه، فإذا أحبوه فإن هذه ثمرة لهذا التواضع الذي، أو بمعنى أدق، ثمرة محبة الله له. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه لحب الله فيوضع له القبول في الأرض. وبالتالي هذا المتواضع تجده دائما رفيق بمن هو دونه، لا يتعالى، لا يتكبر، لا ينظر إلى حسبه ونسبه أو إلى ماله أو إلى صفته أو إلى عمله أو إلى آخره إطلاقا. ينظر في نفسه رغم ما هو فيه إلى أنه دون الناس، إلى أنه أقل من الناس، إلى أن الناس فوقه، وأنه يخدم عباد الله ما أوتي إلى ذلك سبيلا. ولذلك تجد الناس يتهافتون عليه، تجد الناس يحبونه حبا كبيرا. لما؟ لسلوكه، لأسلوبه، فما تراه يتكبر. النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقف مع امرأة يسمع لها سبحان ربي، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ونفس المرأة تستوقف سيدنا عمر تسأل مسألة، وسيدنا عمر واقف منصت وهو الخليفة، وهي امرأة بسيطة، يعني ما يعني في مكانة سيدنا عمر لا يؤبه لمثل هذه السيدة الكريمة الفاضلة، وسيدنا عمر واقف ومنصت. فقال له أحد الصحابة يعني يكفي، تسمع لهذه؟ قال لقد سمعها من هو خير مني، ووالله لو استوقفتني اليوم كله لظللت أمامها واقفا لا أفارقها ولا أبرحها إلا باستئذان لأداء الفريضة والصلاة ثم أعود إليها. أدب جم رائع، تواضع قمة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قبل أن يال الخلافة وبعد ما وليها، عجوز مقعدة عمياء ليس لها من يعولها. الصديق رضي الله عنه أرضاه يذهب إليها، يكنس البيت ويرشه الماء ويعد لها الطعام، كل هذا قبل الفجر، ثم ينطلق إلى صلاة الفجر. سبحان الله، يزاحمه سيدنا عمر يختبئ خلف صخرة حتى بعد ما ولي الخلافة، يقول ما سبقته إلى شيء إلا سبقني إليه. تواضع سيدنا أبو بكر حالم الشياه لامرأة عجوز، هذا هو التواضع. ويذهب إليهم والمرأة تقول سينسانا ويتركنا من يحلب لنا، الآن صار خليفة من قطع عنها. إذن هذا المتواضع الذي كان في عمل هذا قريب من قلوب الناس، ولذلك تجد الناس لا ينسونه، يتذكرونه في أدعيتهم سبحان الله في أي مكان، ولذلك تجد المتواضع قنوع. دايما التواضع بيبقى من الكبير مع الصغير، يعني الأب مع الأبناء، القوي مع الضعيف، اللي معه مال مع مثلا أصحاب الاحتياجات، التواضع، لأن هؤلاء ينتظرون منه كلمة طيبة، ينتظرون منه تعاملا جيدا طيبا، لكن ممكن واحد ما يبقاش معاه، فبالتالي على أي شان يتواضع؟ يعني القلوب، نسأل الله عز وجل العفو. القلب يا سيدي، نعم، هذا الذي معه مال أو منصب أو إلى آخره جيد. طب والذي لا يملك؟ رب إنسان فقير ولا يجد شيئا، ويكلم الناس كما نقول من برج عالي، وينظر إليهم شزرا، هذا متكبر. فالكبر لا علاقة له بالغنى، صحيح، ولا بالمنصب ولا غيره. حتى بعض الناس، الشيخ الكريم فضل الشيخ سامي يقول لك فلان ده لو قدر مش هيعفو. بالضبط، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ما أجمل قول القائل الناس في أصل تصويرهم أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، إن يكن في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب. إذن المتواضع قريب من الله،
قريب من عباد الله قريب من الجنة. اللهم ارزقنا. والمتواضع تجده دائما قنوع، والقنوع تجده متواضع. اللهم ارزقنا يا رب العالمين آمين. الخير كله آمين يا رب آمين. العالمين. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ سامي السرساوي جزاك الله خير. جزاكم الله. الأخ أبي عائشة يسأل عن صحة حديث من أذن 12 عاما وجبت له الجنة، هل هذا حديث شيخ كريم؟ لم أقرأه ولم يصادفني على مدار 37 عاما في الدعوة. نعم جزاكم الله فلا أقرأ يعني هذا غير صحيح. نعم. الأخت المتصلة، لو تعرف أحدا من الناس يعني سمعته أو أخلاقه ليست جيدة، نسأل الله الستر والعافية، وهو من أهل الأرحام من صلة الأرحام، لو ابتعدت عنه لهذه الخصال السيئة، لو كلمته تكلمه أو كلمتها بلسانها دون قلبها، هل في ذلك نفاق أو شبه يعني نفاق شيخ الكريم؟ نقول للسائلة الكريمة ليس في هذا أدنى نفاق، وأنت ما تركتي إلا لهذه الصفات السيئة التي تغضب رب الأرض والسماوات. نحن يجب علينا كمجتمع في الأسرة في الشارع في العمارة في أي موقع وجدنا فيه أهل المعصية يجب أن يستشعروا بغض الناس لمعصيتهم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، سيدنا كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، وهم من كبار الصحابة. وهذا خطأ، نعم خطأ، ونحن لا يعني لا نقول الصحابة معصومون إطلاقا، نجلهم ونقدرهم ونعظمهم، لكن لا نقدس فلا قداسة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة. أنا أتكلم عن نفسي، ليتني حبة رمل كان يطؤونها بأقدامهم تشفع لي عند الله يوم القيامة. شاهد الله يرضى عنا وعنك. النبي لما جاءوا اعترفوا بوضعهم، ما كان عندنا عذر بإيجاز شديد، ووالله ما دعوتنا يا رسول الله للخروج ونحن أملك للزار والمال مثل هذا اليوم، لكن شغالنا جمع الثمرة بتاعتنا المحصول إنجاز التعبير. النبي اعتزلهم 50 صباحا، لا سلام ولا كلام، حتى السلام عليكم اعتزلهم النبي، اعتزلهم مجتمع المدينة بالكامل، المجتمع بالكامل. نساؤهم في البيوت تركت البيوت، سابوهم مشوا، أولادهم تركوهم. إذن لو أن المجتمع عاقب كل إنسان سيء السمع أو بمعنى أدق ارتكب من المعاصي التي تنشر الفساد في الأرض وبين الناس لراجع كل إنسان. فأقول للسائلة الكريمة، طب أين النصيحة شيخ الكريم؟ أقول نعم، أقول للسائلة الكريمة القطيعة محرمة، بينك وبينهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله. ثم إن كان هناك من قرب أو من محارم لي كرجال أو أخوات فضليات أقدم لهم النصيحة، أنصح هذا لا يجوز، هذا لا يرضي الله، وأنا أكره وأبغض هذه المعصية. إذن أنا ما تركت بالكلية، قدمت نصيحة إن كان يحل لي ذلك، وإن كان في طاقتي وقدرتي، ليس في طاقتي ولا قدرتي ولا يحل لي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس فيها نفاق. إنكار العيب عند أصحاب العيوب، هل هذا نذير والعياذ بالله إن هذا العيب يبتلى الإنسان به في يوم من الأيام شيخ الكريم؟ إطلاقا، عندما أنكر ليس بالضرورة، إنما الذي نخافه الذي نقوله الشماتة، أنظر في نفسي فأرى نفسي معافى وأنظر إليه باحتقار. لا تظهر الشماتة، وإن كان في الرواية ضعف، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه. أما إنكارها، أنا أنكر المعصية ولكن لا أبغض أخي، أنا أحب أنما أبغض معصيته. نعم، أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. أمين. أمين يا رب العالمين. الأخت أمة الله 63 عاما متاع الله بالصحة والعافية، تذهب إلى المسجد بإذن من زوجها وبرضا منه، لكنها إذا كانت في السجود شيخ كريم وتتابع الإمام ربما تطيل في السجود شيئا ما، يعني الإمام يقول الله أكبر وهي لا يعني لا تلبي سريعا، لكن ربما تطيل في السجود بعض الشيء، لكنها تدركه قبل أن ينتقل إلى الموضع الآخر، فما حكم الصلاة شيخ الكريم؟ نقول للسائلة الكريمة ما دام هذا بناء على ثقة للبدن أو الجسم وليس متعمدا ولا يكون بفوات أكثر من حركة أو ركن أو ما شابه، الصلاة صحيحة. فكثير من كبار السن الإمام ربما عندما يقول الله أكبر ويتحرك على ما يعني يتحرك ويقوم يكون دخل في الذي، هذا أمر لا يكلف الله نفسا إلا أسعى فوق طاقة البشر، ما كلفنا الله شيئا. أحيانا بعيدا عن مسألة السن وطبعا متاع الله بالصحة والعافية أمين يا رب، والكبر، لكن في يوجد شباب ربما يعني يتعمد الإطالة وربما تغيب عنه بعض الحركات ويتأخر عن الإمام، لا يجوز شرعا، وخاصة في السجدة الأخيرة لا يجوز. نعم. شرعا
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم صلى الله عليه وسلم. إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا صلوا جميعا قعود. لو أن إماما صلى بنا العشاء أو العصر أو المغرب أو أي فرض من الفرائض الخمسة ثم جلس بنا، نحن كمأمومين نجلس خلفه ونصلي جلوس مثله، وصلاتنا صحيحة ويتحمل أمام الله تبارك وتعالى. فأقول للشباب ما ينبغي أن تطيل عندما تصلي منفردا مع نفسك، أطل كما تشاء، لكن داخل الجماعة أنت محكوم بحكم الجماعة. نعم، في جماعة الصلاة. أختنا أيضا ربما تنسى وهي تسبح عدد التسبيحات فربما تزيد فيها، فما الحكم شيخ؟ لا بأس ولا حرج، كله طيب يختلط بطيب. تسبيح وذكر لله، شكت خمسة أم ستة ما بأس، ابني على الأقل وأكملي، وهذا لك به أجر وثواب عند الله تبارك وتعالى. تسألكم الدعاء شيخ كريم. أسأل الله أن يكرمنا وإياها بطاعته وسائر المسلمين يا ربي. اللهم أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. أخ أحمد يسأل عن هذا المعنى، هل هو حديث أم مقولة؟ النساء ناقصات عقل ودين. نعم شيخ كريم، هو نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقصان العقل هنا ونقصان الدين له سببه. البعض يتخيل أنهم مجانين، وهذا ليس عيب، ليس عيبا بل يزيدها جمالا ووقارا وإجلالا واحتراما. أما نقصان عقلها فإن العاطفة تتحكم فيها وشهادتها على النص من شهادة الرجل، وأما نقصان دينها فإنها لا تصلي الشهر كاملا ولا تصوم الشهر في رمضان كاملا لما يعتريها من الحيض وما ذلك وما شابه ذلك، فهو أمر يختلف فيه النساء. إذا نقصان الدين هنا لا تصلي الشهر كاملا ولا تصوم شهر رمضان كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا ليست مذمة ولا انتقاص من قدر الأخوات أو المرأة إن شاء الله عز وجل. نعم، ومن باب الإنصاف هناك الكثيرات من النساء ما من عندهن رجاحة العقل ربما لا يكون عند بعض الرجال. نعم، تحق نعم والله يا شيخ. نعم، نعم نعم صحيح. بارك الله فيكم. الأخ قدم في أرض، شراء أرض يعني تبع بنك، ولما علم يبدو بأن المعاملة فيها شيء استرد ماله. السؤال: في كراسة الشروط ب 1500 جنيه ويبدو أن معه فوائد بنكية، فهل يجعل هذه أمام تلك كما قصة؟ ما يطمئن قلبي إليه لا يجوز. وهذا الربا الذي أتى المقصود بها الفوائد يضعها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى، ولا يجوز له أن ينتفع بها لنفسه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ سامي. مشكلة طبعا ابنة الأخت المتصلة يبدو أن عاملة مشكلة لأمها ومشكلة لزوجها. الزوج مش عارف ينتقل من عمله من المحافظة التي هو موجود فيها، والأخت قالت أمي وبر أمي، نقلت نفسها وتركته، وهي الأم تقول تعباني ومش عارف أعمل معها إيه، فماذا تفعل مع ابنتها شيخ الكريم؟ الأصل أن الزوجة مع زوجها حيثما وجد، وهذا لا يمنع من بر الأم أو البر الأب، نذهب إليه حسب ما تتيسر لنا الظروف، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه. فعلى البنت أن تراجع الآن، نقل الزوج ربما يأخذ وقتا وربما لا يكون بالسلاسة أو اليسر كما يتخيله أي إنسان، إجراءات وبيروقراطية وروتين كلنا نعلمه، عليها أن تصبر ولا تحدث مشاكل مع زوجها ولا تحدث مشاكل مع أولادها ولا مع أمها. فكيف يكون البر وهي تحدث معها مشاكل؟ عليها أن توازن بين الأمرين، وعليها أن تصبر حتى ينقل الزوج، وعلى الزوج أن يجد ويجتهد. هي نقلت نفسها بالفعل وتركت زوجها والبيت، ما فعلته خطأ، وذهبت إلى أمها أو إلى المحافظة التي بها أمها، ما فعلته خطأ وما كان ينبغي أن تفعل ذلك. فلماذا تزوجته من الأصل؟ إذا أرادت أن تجلس مع أمها ومع أبيها لماذا تزوجت من الأصل؟ لذلك أنا بدأت بقولي أن المرأة مع زوجها حيثما وجد، ودائما وأبدا ينبغي على الأخوات أن ينتبهن إلى أن حق الزوج مقدم على حق أمها وعلى حق أبيها وعلى حق إخوتها والعائلة والدنيا بأسرها. الزوج رقم واحد في حياتها، هو بابها إلى الجنة إن أطاعت الله فيه، أو إلى النار إن عصت الله فيه. ليس معنى ذلك أن الزوج يتعنت ويمنحها من زارة أهلها، يعني أمور ينبغي أن يفقهها ويفهمها الرجال والنساء على حد سواء. إذن هي أخطأت بالتأكيد فيما صنعت وفيما فعلت، وعليها إن استطاعت الرجوع لزوجها ونقل عملها مرة أخرى فهذا ينبغي أن يكون. نعم شيخ كريم جزاكم الله خير. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختان. كنت عايز أسأل الشيخ سامي. فضلي بصوت التلفزيون من فضلي.
اتفضلي. السؤال الاول يعني انا منتقبه يعني نفسي منكم. نعم. وبعدين يعني حصلت لي ظروف يعني تعبت وكده وصدري كان تعبنا وكشفت يعني. فكان الدكتور يعني عرفني ان ايه طالما النقاب بتاعتي كده انا بخرج بتعب وكده وصعب برفعه يعني وانا في الشارع او كده. غائط يعني او رحت مكان المستشفى او مكان تاني. نعم. فبتعب. فطبعا لما الدكتور كشف يعني عرف ان صدري تعبني والنقاب هو مزود كمان. فقال لي يعني النقاب ممكن تقلعيه بس اسالي الشيخ فيها. طيب. يعني الدكتور قال لك اسالي الشيخ والشيخ سيجيبك ان شاء الله. يعني شفاك الله وعافاك اولا. حساسيه شيخنا يجيبك ان شاء الله. ربنا يعافيك ويشفيك يا رب العالمين انت وجميع مرضانا. هل هناك سؤال اخر؟ ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا استاذ احمد. اهلا ومرحبا اخي الحبيب تفضل. جزاك الله خير. ممكن اكلم الشيخ؟ شيخ يسمعك تفضل. ازي حضرتك يا شيخ سامي؟ الله يرضى عنا وعنك وبارك فيك. الله يبارك فيك ويبارك في عمرك. حياكم. سؤال الشيخ الله يفتح عليك. تفضل. عندي يا شيخ اقارب مالهم من حرام. المال بتاعهم حرام. عندك؟ اقارب مالهم المال بتاعهم حرام. اقارب مالهم من حرام. نعم. احيانا بيعملوا ولائم وافراح ومناسبات فهل يجوز انا اكل عندهم؟ هو مختلط ولا حرام محض؟ لا يعني؟ لا لا حرام حرام خالص. طيب في امان الله ربنا يعافينا واياهم في امان الله. استاذ اشرف السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف تفضل. استاذ احمد اشرف معك من اسكندريه. يا رب يسعدك يا استاذ اشرف تفضل. الله يكرمك. استاذ احمد من فضلك من عزيزك للشيخ سؤال كده بالنسبه للجواب الشافي في معاملة البنوك الإسلامية. جواب الشافعي فيه لأن في اختلاط في كلام كده احنا عايزين نعرف الايه الجواب الشافعي. المسائل الاختلافية في القديم وفي الحديث تظل اختلافية فيها خلاف فالشيخ يرجح رأيا هو يعني يدين الله به والآخر يرجح رأيا بأدلته يدين الله به فالخلاف موجود لكن شيخنا يجيبك. حاضر حاضر. أستاذ سعيد السلام عليكم. طيب وبركاته. اهلا ومرحبا يا استاذ سعيد تفضل. رحمه الله يبارك فيك. تفضل يا فيك بارك الله. اسال الشيخ بس في شيء كده. كانت بنت اختي متزوجه وبعدين حماتها فجاه كده قالت لها انت بتعملي لي عمولات وزوجها صدق زوج بنت اختي صدق الكلام ده انا فانا قلت لها ان كانوا مسجلين صدق وعمل ايه يعني لما امه قالت له زوجتك بتعمل لي عمولات زوجها عمل ايه؟ عمولات اعمال سحر يعني ربنا عارفينه ايه. هو مسك مراته عايز يضربها وجرى لو ماما جرى لها حاجه هتبقى بنت السبب وحامل وتسوي. فانا قلت لها كانت على عمليه هتطول فانت سيبي له البيت وتعالي لان هم هناك مسجلا هي فعلا بتعمل عمليات. مش عارف الحل ده صحيح ولا ايه يعني. سبت البيت وجت يعني مش عارف اعمل ايه. حاضر. هل انا كده صح ولا غلط ولا تكمل معاه ولا ما تكملش ان هو مسبب يعني. دي بنت حضرتك ولا مين؟ لا بنت اختي. ابنة أختك ربنا يعافيها يا رب. آمين. الله يبارك فيك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة دعاء السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة رقم الشيخ. رقم الشيخ مع الشباب في كنترول. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ سامي متعكم الله بالصحة والعافية. أمة الله الدعاء لها بتفريج الهم والكرب شيخ كريم. ويبدو أن المشكلة أنها تزوجت منذ سنوات بزوجها دون رغبة منها وأثمر هذا الزواج أو هذه الزيجة بثلاث أولاد. يبدو أن الأمر معها نفسيا لا يطاق. تطلب الطلاق أهلها يرفضون ويقولون ليس عندنا بنات تطلق فماذا تعمل شيخ كريم؟ أولا أسأل الله أن يفرج كربها. آمين. وأن يرضيها بما أعطاها وأن يرقق قلبها. أمين يا رب العالمين. آمين. نصيحتي للآباء والأمهات في أي بقعة من أرض الله يسمعوننا لا يجوز لكم شرعا أن تغصبوا البنات على الزواج بما لا يردن. هذا أمر ينبغي أن ننتبه. دورنا كآباء أمهات في البيوت ننصح ونبين بنيتي حبيبتي هذا لا يصلح أو هذا يصلح لكن نحمل البنت ونجبرها
على أن تتزوج بما لا تريده، النتيجة والثمرة كما نرى، إما حالة نفسية وإما طلاق وإما ترك للبيت وإما وإما. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه. أعجب لكثير من الأباء والأمهات وعايز يخلص منها وخلاص، هذا لا يجوز ولا يرضي الله. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدنا أين يضع كريمته، أي ابنته. الله أكبر، يعني هذا ينبغي أن احنا ننتبه إليه. فدورنا كأباء ومات أن نحقق الصالح العام للبنت، ما يجعلها في بيتها سعيدة، تحب زوجها وتحب العيش في البيت وأولادها. لكن عندما يكون ما كما وصل للحال للأخت الكريمة، وصلت إلى مرحلة نفسية لا تستطيع أن تعيش مع زوجها ولا مع أولادها، والأمر صعب عليه، نعم. هنا على الآباء والأمهات أن يصححوا الخطأ. فإذا كانت السائلة الكريمة تستطيع أن تتحمل وأن يعيش الأولاد في كنف الآباء والأمهات، جزاها الله خيرا. لا تستطيع ذلك والأمر فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز للأب ولا للأم ولا للإخوة أن يمنعنها من الطلاق. نعم، جزاكم الله خير. هي قالت إن أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لها اصبري، هل هذه رؤيا أم ماذا شيء؟ لا أستطيع أن أقول أنها رؤيا. فعلمنا الإمام أحمد رضي الله عنه أرضى، إمام أهل السنة والجماعة، من قال رأيت رسول الله نقول له صف ما رأيت صلى الله عليه وسلم. يعني أنا رأيت الأستاذ أحمد مع والحبيب يعني مكانته، أستطيع أن أصف طوله وعرضه شكله وسمته لأني رأيته بعين. فمن قال رأيت الرسول يصف لنا ما رأى، لأن وصف الرسول ورد دقيقا وتفصيلا وحصرا وقصرا في أحاديث صحيحة صلى الله عليه وسلم. فإذا الوصف صادف الوصف الحقيقي في الرؤية حديث النبي، نقول هنيئا لك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا سعيد ربنا يشفيه وعافيه، لظروف مرضية يصلي في مؤخرة المسجد في الصف الأخير جالسا، ويقول أنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أشر الصفوف للرجال يعني الصف أو الصفوف الأخيرة، فكيف نجمع بين هذا وذاك شيخ الكريم؟ نقول للسائل الكريم ليس الأمر على إطلاقه. فيوم كانت أو كان المسجد في عصر النبي لم يكن هناك أماكن للنساء مخصصة كحالنا اليوم، فكان النبي يصف الرجال ثم بعدهم الشباب ثم بعدهم الصغار الأطفال ثم بعدهم في مؤخرة الصفوف النساء، لا ستارة ولا فاصل ولا حاجز. وكانت تربية المدينة راقية رائعة، الرجال مكانهم والأطفال كل مكان حتى تنصرف النساء، فلا تجد أحدا يتحرك من المسجد النساء، مجرد النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ينصرفنا ثم الرجال بعدهم. يعني لذلك الصف الأخير اللي هو قريب من النساء بالضبط، نعم، في الصلاة أشر الصفوف. نعم، لماذا؟ نعم. لأنه أدعى إلى الفتنة وأدعى إلى أن ينشغل الإنسان وإلى آخره، قال النبي حتى يسارع الناس في الصفوف الأولى، والعكس مع الصف الأول بالنسبة للنساء. أيام كنا يصلين خلف الرجال بالضبط، مش مصلى خاص بهم، لكن الآن أصبح مصلى النساء منفصل تماما. نعم، لا يراهن رجال ولا يرين الرجال أبدا. فهذا الأمر ينبغي يعني ألا يشق على السائل. بل الأخ شفاء الله الله وعافاه الأستاذ سعيد لا ينطبق عليه، لا 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 ينطبق عليه. معظم المساجد تضع الكراسي في مؤخرة المسجد للناس أصحاب الأعذار، ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض. اللهم آمين آمين رب العالمين. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى كما في الحديث. نعم. وأعمالنا مش أعمال الأخ أحمد بس، أعمالنا لا تبلغنا هذا الشرف وهذه المكانة، فكيف نسأل الله عز وجل ونحن لا نعمل للفردوس؟ أسأل الله أن يرزقنا العمل. آمين. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، لو كان للذنوب رائحة ما جلستمونا. وما أدراك ما الإمام أحمد الذي يقول لو غابت رؤيا رسول الله عني ليلة واحدة صلى الله عليه لعددت نفسي من المنافقين، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ فأقول للسائل الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأقول للسائل الكريم مهما كان عملنا بسيطا ومهما كانت ذنوبنا كثيرة، فعلينا أن نلح على الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى. أمين. نطمع في كرم الكريم، فإن كرم الله لا حد له، فأنا أطمع في كرم ربي لا في كرم العباد الذين يعطون ويمنعون بفضله وجوده وكرمه نصل إليها إن شاء الله. لا بعدله نصل إليها إنما بالكرم والجود. ولكن لح واجتهد
في العمل قدر استطاعتك. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ورزقنا الله وإياكم الجنة. الوقت يداهمنا، يعني لماذا حرم التعامل بهذه الطريقة؟ التمر الرديء يعني نقايضه بتمر جيد أو طعام بطعام، فلماذا لا نبيع ثم نشتري أو للبيع ثم الشراء؟ يعني ما بندخلش ده بدليل. الرواية كما وردت عن النبي أن النبي كان يتفقد الأسواق، الرواية سريعا بالمعنى، فوجد الصحابي الجليل يبيع التمر الرديء بالتمر الجيد، فقال صلى الله عليه وسلم بع هذا على حدته وبع هذا على حدته، يعني بع الرديء وحده وبع الجيد وحده. لماذا؟ لأن هذا ربا، فهذا هذا هذا كوب وأمامه كوب، لا يجوز أن آخذ هذا بجنيه وهذا بجنيه ونصف، في غرر أو غبن ربا. ما هو الربا زيادة يعني في أحد الطرفين. نعم. لم تكن يعني هذا كيلو المفروض يبقى قصاده كيلو، 2 كيلو يبقى أمامه 2 كيلو، 10 قصاده 10 سواء كان أو لا. ولذلك النبي ماذا قال؟ بع هذا على حدة، إن كل واحد له سعره، بع الرديء واشتري الجيد، أو بع الجيد واشتري الرديء بالمال، بعدا عن الربا. مثلا بمثل. نعم. يعني الوزن أمام الوزن، ما ينفعش الوزن هنا زيادة والوزن هنا أقل عشان هذا رديء وهذا جيد، لا، بع هذا على حدة وهذا على حدة. ده يدخل في الطعام في كله. نعم. وفي الذهب. نعم. في التعاملات، التعاملات. نعم. لكن شقة قدام شقة أو عربية قدام عربية، لا، سيارة هنا قدام سيارة، هنا نقف في فرق. هنا نقف. لماذا؟ نعم. حالة العربية في الموديل نفسه. صحيح. بتفرق. صحيح. عدد الكيلوات اللي عملتها، الحالة للسيارة، حاجات أمور كثيرة جدا تتحكم في سعر السيارة، فهذا لا ينطبق عليه. جزاكم الله خير كريم، هو ملحظ مهم. الله يبارك فيك وفيكم، بارك الله. منتقبة شفاء الله عافاها الأخت الفاضلة، والطبيب قال لها يعني عشان من أجل تعب الصدر والتنفس اسألي الشيخ على أساس إن هل لها أن ترفع النقاب أم لا. جزا الله خيرا، هو يعود إلى رأي أنا الشرع. أنا أقول للطبيب جزاه الله كل خير، وكيف بالطبيب الذي يقوم بأخطر العمليات في ساعات وأكثر وعشر ساعات وكمامة ملتصقة على فمه، فلماذا لا يؤثر على تنفسه؟ وهل هل هل النقاب يمنع دخول الهواء؟ إن كان يمنع دخول الهواء ترفعه، لكن لا أظن أنه يمنع دخول الهواء، وأنا أقول إلزميه قدر استطاعتك، وربما بتحقيق السنة تشفي إن شاء الله تبارك يا رب. يا رب شفاه الله وعافاه. أبو أحمد لو عنده أقارب متأكد وعنده يقين أن مالهم من حرام في مناسباتهم والولائم الخاصة بهم، هل يذهب ويأكل من مالهم شيخي الكريم وطعامهم؟ قولوا للسائل الكريم، إن كنت على يقين أنه من الحرام، كما لو أنهم يأتون به من الربا أو من بيع الخمور أو سرقة الناس، لا تأكل ولا تشرب. سأذهب إليهم وأخذ معي شربي وأكلي. نعم. قولا واحدا. أما إذا كان مالا مختلطا كما تفضلت وأشرت في أثناء عرض للسؤال، فيجوز الأكل والشرب من المال المختلط. المختلط. نعم. الذي فيه جزء حلال وجزء حرام. جزاكم الله. طبعا سؤال الأخ أشرف والجواب الشافي في المعاملات البنكية مع البنوك الإسلامية، ومشكلة ابنة أخت الأستاذ سعيد، الموضوع شرحه سيطول والوقت قد انتهى، ولعلي إن شاء الله تعالى أرجي هذا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش بعد إذن حضرتك شيخ الكريم غدا إن شاء الله في الرابعة عصرا إذا كان في العمر، وقيل إن ليس عندي حلقة الليلة، فحلقة الليلة في الثامنة مساء مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله من برنامج أهل الذكر. شيخ الكريم فضيل الشيخ سامي السرساوي، متعكم الله بالصحة والعافية، نفعنا الله بكم. الله اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.